السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب ذكاء اصطناعي جديد. طيب هو اسمه نوبلز دوت اس اي، يعني اس اي سعودية، تمام. فأنا هسأله السؤال الطبيعي خالص، أقول له عرفني بنفسك. فكتب له هو التعريف، اللي هي شركة موجودة في الرياض، هي زي ما انت شايف نفس واجهة شات جي بي تي. فأي سؤال انت عايز تسأله تقدر على طول تقدر تسأله. هنقول له مثلا ما هي أقدم الآثار في العالم؟ فهيبدأ يجيب لك الإجابات. فأنت ممكن تستعين بيه بدل شات جي بي تي. طبعا في شوية مزايا برضو، زي مثلا أنت تقدر ترفع ملف وتسأله عن الملف دوت، يعني ممكن ترفع الملف بي دي اف وتسأله عن حاجات جوه البي دي اف. أنا يعني ساعات مثلا بيجيلي ملف مشروع، فبرفع ملف المشروع واقول له طب قول لي لو انا مثلا ما التزمش بالعقد ايه العقوبات اللي موجوده، او ايه المشاكل الموجوده، او ايه الاجزاء الخاصه مثلا، نشرح المشروع. بدل ما تقعد تقرا ملفات كتير جدا، تبدا ان انت تستعين بالملف ده عشان تشوف ايه الحاجات الموجوده. ممكن ان انت تسجل صوت وحول صوت لكتابه ويبدا يجاوبك عليه، او تقول له اقرا لي الكلام اللي مكتوب. ففي شويه مزايا كويسه جدا تقدر ان انت تجربه، يعني بتبقى كويس جدا ان احنا نستخدم مواقع مختلفة، ما نعتمدش على موقع واحد. هنا دي الادفانسد برامتر، تقدر ان انت تعدل فيها لو انت حابب، ممكن توقف حاجة تشغل حاجة زي ما انت عايز. فدي ميزة كويسة جدا في الموقع، تقدر تنسخ، تقدر تعمل شير، تقدر تعمل داونلود للتكست اللي موجود او تحوله لبي دي اف.